الأول نتكلم كده عشان في حد سألني على الكمبيوتر على الفورسز عشان يعلم الريت بتاعه. لو عايزين تخش كونس على كود فورسز، في كونس بتبقى موجودة دايما، لو هتلاقوها كده ديف 2 أو ديف 4 مثلا، حاجة كده يعني. زي ما شفنا مثلا زي دي كده، في ديف تو اهي دي كده كونتست مثلا بكرة الساعة 5:35 دقيقة، تقدر تسجل فيها عادي من هنا مثلا. في شوية كونتست جاية بقى، بص كده يعني مثلا في يوم 3 فبراير أهو كونتست تانية ديف 4، في كونتست تانية ديف 1 أهي، في ديف 2 أهي برضه، في ديف 2 تاني، وهكذا يعني. كل دي كونست مش هتعرف فورسز عادي. طيب بيبقى عاملة ازاي بقى الكونست دي؟ بتبقى حوالي يعني من 2 لـ3 ساعات بالكتير مثلا، يعني مثلا في ديف تو اللي هي بتاعت بكرة دي 2 ساعة. حلو، بيبقى فيها كام مسألة بقى؟ بيبقى فيها 5 مسائل. الطبيعي يعني بتاع ديف تو أو ديف ست، ديف وان وديف تو، ديف وان وديف تو بيبقى فيهم 5 مسائل، يعني ديف وان وديف ترو بيبقى فيهم 5 مسائل. حلو، طبعا ديف 1 ده مش بتاعنا دلوقتي، هو بالتوازي ساعات بيبقى شغال الاتنين مع بعض. فديف 1 ده لازم الريب بتاعك يكون اعلى من الاكسبرت، يكون قد الاكسبرت قصدي، وده مش موضوعنا دلوقتي. فانت معاك ديف 2 وفي ديف 3 تقدر تخش عادي، وفي كمان ديف 4. حلو، طيب ديف 2 فيها 5 مسائل اللي هما A و B و C و D و E. لحد دلوقتي انتوا تقدروا تحلوا ال A وال B وتحاولوا في ال C، وممكن تحلوها وممكن لأ. لحد دلوقتي تعرف تحل A B وتقدر تحاول في ال C، ممكن تحلها وممكن لأ، بس أكيد هتحل A و B. يعني مستحيل تقريبا تطلع من الكونستنت إلا وأنت حل ال A و B خلال الساعتين. ما حلتهمش هتحلها بعد كنت ساعتها، هتبقى انت المشكله عندك انت غالبا. والسي هتجرب فيها، ممكن ناس تمانك وتجيبها وناس لا. حلو كده، طيب ديف سي وديف فور بقى بيبقوا مش شرط يبقوا 5 مسائل، ممكن يبقى اي وبي وسي ودي وبي واف مثلا، مثلا يعني ممكن يبقوا 6 مسائل، 7 مسائل، 8 مسائل، على حسب عادي. طيب وانت مستواك فين فيهم؟ مستواك كلهم، يعني تقدر تحل كل المسائل بتاعت ديف 3 وكل المسائل بتاعت ديف 4. طيب هما برضو بيتدرجوا في الصعوبة يعني. معلش عشان لسه جاي، الحاجات دي في ايه بالظبط؟ هقول دلوقتي دي الكونتست اللي على كود فورسز اللي هي تبقى موجودة كده، لسه ما بدأناش نشرح أي حاجة أصلا. دي حاجات على كونتست على كود فورسز، في ناس عايزة تخشها وكده، فبقول لهم يعني إيه عايزين يعرفوا تفاصيل عنها. ففي عندنا في كود فورسز 4 انواع من الكونتست، ديف 1 وديف 2 وديف 3 وديف 4. ديف 1 مالناش دعوه بيه خالص، حلو، مش ينفع تخش اصلا. طيب ديف 2 في بيبقى في 5 مسائل، زي مثلا ديف 2 بتاع بكره كده اهو، ديف 2 رقم 848 يوم 1 فبراير بكره الساعه 4:35 دقيقه. حلو، بتسجل عادي من هنا وبتبدا الكونتست 4:35 دقيقه بالظبط، مدتها 2 ساعة، فيها 5 مسائل A و B و C و D و E، بيتدرجوا في الصعوبة. ال A أسهل مسألة، مسألة سهلة خالص، ال B هتاخد وقت شوية، ال C أصعب من ال B و D أصعب، وهكذا. حلو، مستواك فين؟ مستواك ال A وال B تعرف تحلهم بسهولة، مش بسهولة أوي يعني، ال A تحلها بسهولة وال B هتتعب فيها شوية، وال C ممكن تحلها ممكن لأ، وال D وال E لسه ما أعتقدش إنك أنت إيه تعرف تحلهم دلوقتي. بس اللي يحل ال C طبعا هيخش يجرب في ال D، أكيد مش هيفضل يتفرج يعني لو كنت لسه فيها وقت. طيب ديف 3 وديف 4، ديف 3 وديف 4 تعرف تحل كل المسائل اللي فيه، ديف 3 وديف 4 تقدر تحل كل المسائل اللي فيه. حلو، طيب الريت بقى بتاعك بيبقى عامل ازاي؟ الريت بيبدأ ب 1400، يعني انت كده لو انت لسه ما عندكش ريت اصلا هتبدأ بالريت بتاعك ب 1400. طبعا ايه اللي هيخش كونتست بكره هيبوظ الريت بتاعه وهينزله غالبا، لان دي اول مره يخش كونتست. فانت متوقع بكره انك ال 1400 دول تعمل فيهم ايه؟ هتنقصهم عن ال 1400.
او يعني يوم ما هتعمل شغل كويس هتخليها 1500 اصلا لو انت شاطر قوي. طيب لو نزل عادي يعني، انت مثلا لو دخلت ممكن حليت الاي بس هينزلك شويه على 1400، لو حليت اي وبي ممكن ننزل شويه صغيرين مثلا على حسب كمان سرعتك برضه. ما هو في رانك مثلا ممكن تبقى حلل الاي والبي وطلع ال 2000 مثلا على فورس، ناس كتير حلوهم مثلا او 3000 او 4000 مثلا. هو معلش يا كوتش، هو الرقم ده ايه بس عشان انا اتاكد، مش الرقم مركز ده، قوي الصراحه. الرقم ده الريت بتاعك، الريت بتاعك، الريت كل واحد على فورس يبقى ليه ريت. ده موجود على البروفايل يعني؟ اه بالظبط، موجود على الويب بتاعك، ده الريت بتاعك. يعني مثلا بص هنا كده اهو، ده 1220 اهو. حلو. طبعا هي الريت ده بيبقى عباره عن الوان، في بيوبل زي النهار ده، وفي بعديها يعني ايه بعديها سبيشاليست زي ده كده اهو، اللي هو 1400، اللي هو من 1400 لحد 1599. يبقى كده ايه، من 1200 ل 1399 ده بيوبل لونه اخضر. حلو. وبعدين من 1400 لحد 1599 ده سبيشاليست، وبعدين من 1600 ل 1899 ده اكسبرت. ودي المنطقة اللي إن شاء الله أنت توصل لها قريب يعني. بس لو أنتوا لعبتوا في المنطقة دي خلال الأجازة اللي جاية، يعني إن شاء الله نعمل أداء كويس في المسابقة ونروح مسابقة عربية عادي. حلو؟ طيب هتوصل هنا. بس هنا ازاي بقى؟ عن طريق انك انت كل كونتست في ديف 2، طب ديف 3 وديف 4 تحل كل المسائل او اكبر قدر من المسائل، لانك انت مستواك يعرف يحل كل المسائل، مفيش توبكس فيهم اصلا، كلهم اد هوكس يعني، مسائل كلها محتاجه تفكير. نادرا ما بنلاقي مساله دي بي او جراف في الديف 3 وديف 4 مثلا يعني. طيب ديف 2 بقى، الديف 2 ممكن تضيف مساله معاك دي بي او جراف او توبك معين انت ما تبقاش عارفه اصلا، فاهم الفكره؟ طيب فديف 2 انت هتحل الاي والبي ده طبيعي، عشان تطلع لاكسبرت بقى مش هينفع تطلع غير وانت تحل السي، يعني لازم تحل ديف في ديف 2 في ديف 2 اي بي سي بسرعه، اي بي سي بسرعه، خد بالك بقى اي بي سي وبسرعه، مش هينفع تحلهم ببطء يعني، يعني خلال اقل من 5 دقائق تكون حليت الاي، ربع ساعه 10 دقائق تكون حليت البي، نص ساعه بالكتير تكون جبت السي. طبعا ده مجهود مش قليل يعني، ده حاجه صعبه. فانت هتعمل ايه بقى؟ لو انت مستعجل على دخول الكونتست خش هتبوظ الريب بتاعك، مش مستعجل اصبر شويه. فاكرين لما نزلت لكم شيت مسائل كده، مش عارف كان في 20 مساله تقريبا، دول كانوا كلهم مسائل بي، فاللي خلصهم كلهم ده كده شاطر في البي. قريب ممكن انزل لكم مثلا ايه 20 مساله سي، 20 مساله مستواهم ديف 2 سي كود فورسز، هم اصلا كانوا جم قبل كده ديف 2، تحلوهم، لما تحلوهم تبدا تخش كونتست على كود فورسز عادي. لكن دلوقتي رأيي تصبروا شوية. طب هو معلش، وانا لازم افضل احل عشان الريب بتاعي يفضل ثابت، ولا لا بمجرد ما اكون مثلا لا، انت طلعت في حاجه اكسبرت معينه؟ ممكن ما تحلش عادي، ممكن ما تحلش تاني، وفي ناس كتير دلوقتي بتعمل كده. تمام. مثلا الكوتشز بيعملوا ايه؟ بيخش كونتست ويطلع اكسبرت مثلا، لما ربنا يكرمه كده بيطلع اكسبرت ويفضل قاعد بقى في الاكسبرت وخلاص، اصل هيخش هيتبهدل مثلا، فاهم؟ وناس كتير طلبه برضو بيعمل الحركه دي، يقول لك انا مش هوزع الاكونت بتاعي انا خلاص كده مثلا يعني. بس طبعا انت مش مرحله انك تقول خلاص، انت لسه بتبتدي يعني، فانت ممكن تطلع كمان بعد الاكسبرت، فاهم؟ طب هو المسائل اللي بنحلها بره الكونتست دي بتتحسب لنا؟ بتتحسب على كود فورسز عامه انك حلتها، بس ما بتفرقش في ما الرنك. بتأثرش في الريت. بالظبط، الريت محتاج خلال الساعتين، خلال وقت الكونتست تكون حليت وعملت ترتيب افضل من ترتيبك القديم. يعني لو انت دخلت ديف 2 وطلعت مثلا ال 1000 وطلعت يا سيدي اكسبرت، تاني كونتست دخلت كونتست تانية طلعت 3000 بقى، يعني هتنقص طبعا، يعني انت المره اللي فاتت كنت ال 1000 فانت نقصت على مستواك. وارد الكونتست دي تبقى سهله بتحل فيها اي بي سي بسهوله مثلا يعني، او يبقى سي مثلا جراف وانت بتحب الجراف فتحلها عادي. مثلا تاني كونتست راح جالك اي بي سي والسي طلعت دي بي وانت ما بتحبش الدي بي مثلا او لسه ما تعرفوش، فرحت نقصت بقى عادي برضه، وهكذا بقى. الريب بتاعك يقعد طالع نازل هيعمل ايه؟ هيعمل كده.
بس هو غير كوتش كده معلش كوتش معلش، هو انا يعني من الاكونت ازاي اجيب الكونتست؟ عشان انا لما بدخل على كونتست مش بيظهر لي حاجة. ليه؟ ما هو مش ظاهر لك دلوقتي حاجة؟ لا يعني بقى بخش على كونتست يعني مش بيجيب لي حاجة، بيجيب لي فاضي كده ازاي؟ مش عارف. وبرضه في ال يعني طب هو مثلا في اللي هو ال ازاي اعرف الريت بتاعي مثلا من الاكونت؟ تعمل ايه؟ هتخش على اسمك لو اهو، ما هتلاقي دخلتش قبل كده مش هبقى ليك ريت اصلا. بالظبط، مش هيبقى ليك ريت اصلا في الاول. اصل هو انا برضو مش جايب لي اي ريت ولا اي انت حاجه ولا اي ايوه، ما انت كونتست. مالكش لون. بس المفروض الكونتست دي تكون ظاهره قدامك دلوقتي. بولا دوس على الكونتست اللي فوق، مش اللي هي في الاكونت بتاعتك، اللي هو رابع واحد من البار اللي فوق. اهو ما شايف هو الاكونت بتاعتك دي اللي انت دخلتها. شايف الشير اهو. هو بيدوس على الاكونت بتاعته، فمش هتلاقي حاجه. دوس على الكونتست اللي فوق كده، اللي هي جنب كلمة جيم من على الشمال. طيب يلا بينا بقى نشوف الدي بي. هو سؤال بس غريب شوية. هو طبعا في الكونتست مش هيبان هي الديفيجن كام وكده، من اللي بدور عليهم. ليه هيبان؟ ما هو هنا باين اهو. ثانية، طب يعني كده ايه فكرة مثلا حاجة زي الايس؟ طب ما كده كل الناس هتعرفها بسهولة او هتعرف تلقطها بسرعة يعني. ما يعرفوها، ما عشان كده كود فورسز مختلف عن عن المسابقة مثلا، مختلف عن المسابقة العربية، او مختلف عن المسابقة المصرية وهكذا. ده نوع وستايل من المسابقات، احترمه واحترم قواعده. والله كود فورسز بيقول لك انا عندي في ديف 2 خمس مسائل مثلا، اول مسألة هي الايس، انا مديك معلومة ان هي الايس، مش هتدور الايه هي اسهل مسألة ومستحيل تلاقي اسهل منها. البي يليها في السوق، يليها في يعني تاني اسهل مسألة، والسي بعدهم وهكذا. يعني هو مترتبين مدرجين في الصعوبة من ايه لحد ايه. بس معلش يا كوتش، ممكن تورينا المسألة بيبقى مكتوب فيها هي الديفيجن والحرف بتاعها اهو فين؟ ديف 2 ادي كود فورس زي ديف 2 قديمة اهي. حلو، هدوس انتر عادي هخشها مثلا، هتلاقي A B C D E F G كمان اهو، كتر ما بقوش خمسة يا سيدي، بقوا كام؟ بقوا 6 مسائل اهو. حلو، طب فالما لما ادي ايه الايه اسهل مسألة. بص حلها كام واحد، اصبر عليا، بص 16841، البي حللها 11000، مفيش بقى، مش حاطط دي، مش عارف هو اتلخبط ولا ايه، ما علينا، 2900. شايف بيقلوا ازاي؟ والمسألة مثلا الاي دي اسهل مسألة تعرف تحلها بسهولة اهي. مثلا قول بقى السؤال. طب لو هي كونتست ميكس مثلا ما بين ديف 3 و 4 مثلا، جوه المسألة نفسها بيبني طيب هي ديفيجن كام؟ جول؟ ولا برضو بيبني لا من كونتست ازاي؟ مش فاهم تاني والله. يعني كونتست ما هياش ديف معينة، يعني مثلا هي ديف 3 و 4 الاثنين سوا. لا مثلا بص كونتست دي كده، هي الكونتست يبقى لها اسم، ديف 2 ديف 3 ديف 4 او حاجه زي بس كده مثلا. قصده برضه ساعات بيبقى فيه اي زي اللي تحت دي، ديف 1 وديف 2 مع بعض، بس ما هو بيبانش ال ما بيبانش ال ايوه انا هقول لك اهو، ديف 1 وديف 2 ده كده، دول بيقول لك ان التو ديفيجن هيخشوا مع بعض، يعني الناس اللي بعد الاكسبرت او اكسبرت فيما فوق هيخشوا مع الناس القليله. حلو، دي بس المعلومه الوحيده. لكن جوه برضو هتلاقي اي بي سي دي اي، والمسائل مدرجه من الصعوبه، الاي هي الاسهل والبي وهكذا. ده بص الكود فورس دايما الاول مساله هي اسهل مساله دايما، يعني بينعكش. مثلا كنت زي هو قالوا اصلا كود فورسز ما بيتعاملش بالسؤال ده في ديفيجن ايه، هو بيتعامل بالريتنج بتاع السؤال اللي هو ريتنج 800، ريتنج 1200 كده، ملوش دعوه اصلا هي ديفيجن ايه. يعني هو يعني بعد الكونتست ما بيخلص بيحط الريتنج بتاع صعوبه السؤال وبس، بتاع صعوبة السؤال. اللي هو مثلا السؤال ده الريتنج بتاعه 800، في سؤال الريتنج بتاعه 3000 كده. لا ريتنج السؤال ده حاجة تانية بقى، مش موضوعنا دلوقتي، احنا بنتكلم على اصعب واسهل مسألة. يعني مثلا دي كنت اسمها هالو 23، الايه اهي برضو هي اول مسألة وهي اسهل مسألة وهكذا. سيبك بقى من كل مسألة ليها ريت او ليها رقم، مش موضوعنا دلوقتي الرقم ده. انت صح يا سامح، انا فاهم، بس انا بقول لعبد الرحمن حاجه تانية، مش عايز الخبط. خلاص يا عبد الرحمن تمام. يلا بينا. بعد كونس طبعا ممكن يظهر لك كاتيجوري بتاع المساله، يعني مثلا بعد كونس انت بتشوف مساله ما حلتهاش، فهتلاقي هنا بص كده بيقول لك ايه
بيقول لك مثلا اسمها او التصنيف بتاعها كونستراكتيف الجوريزمز وجريدي وسترينجز، وهنا الرقم بتاعها او التقدير بتاعها مديها 800. 800 دي يعني مساله سهله، وهي كانت اسهل مساله، فانت لو ما حلتهاش تعرف ان ايه، ان دي مثلا جريدي، تحاول تحلها جريدي، تفكر جريدي، تفكر في السترينجز وهكذا يعني. طيب حلو قوي. ايه بقى موضوع الدي بي؟ خلينا نشرح مثلا مثال الدي بي. الريكورد بس ريكورد. هو مش شغال؟ لا شغال 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 شغال. تمام ده. طيب ماشي. اعرف ازاي ان انا في مسألة دي بي، او ايه هو الدي بي اصلا؟ الدي بي هو ان انت تحس ان انت في المساله قدامك شويه تشويسز كتير قوي، محتاج تجرب حاجات كتير عشان تعرف توصل للاوبتيمال سوليوشن. في الغالب مسألة بتبقى مثلا عايز الماكسيمم، مش عارف ايه، عايز المينيمم، عايز يعمل اوبتمايزيشن عامه، سواء يماكسمايز او يمينيمايز. بعد شويه هناخد مثلا ان هو ممكن يكاونت بس، فهو ايه، فانت لو انت لقيت نفسك في مساله اوبتمايزيشن بيقول لك عايز الماكسيمم مش عارف في ايه او المينيمم، او عايز عدد الطرق اللي بتعمل كذا، احتمال تكون في مساله دي بي. طيب حلو. ولو وهلاقي قدامي ليست اختيارات، شويه تشويس كتير قوي محتاج احلهم عشان اوصل للاوبتيمال سوليوشن. حلو. طيب فيعني نقدر نقول ان الدي بي هو ايكوال للديفايد اند كونكر. الديفايد اند كونكر احنا ما خدناهوش اصلا. حلو. بس احنا خدنا ريكيرجن وخدنا باك تراكنج، ف مش بعيد عنه يعني. انت دلوقتي لما اقول لك مثلا باينري سيرش، احنا عارفين الباينري سيرش، فالباينري سيرش بيعمل ايه؟ بيقسم الاري نصين، فبيعمل ديفايد وبيروح يعمل يحل كل نص لوحده، او يجرب نص واحد بس من النصين في الاري. لو انا بعمل باينري سيرش فانا بدور على رقم، هقف في النص مثلا، لو الرقم ده اكبر اروح على الشمال مثلا، فانا هضطر وههمل النص ده. حلو. فكده هو ده نقدر شبه الميرج سورت؟ طبعا برضو ده شبه ميرج سورت بس. فكده الدي بي نقدر نقول ان هو ديفايند كونكر. الا بقى ايه، او ايه الفرق بقى؟ الفرق ان انت في الباينري سيرش مثلا، هل المشكله الصغيره بتاعه ان انت تدور في نص الاري، مثلا احنا قسمنا الاري نصين، احنا دورنا في النص اللي على الشمال وبعدين قسمنا برضو الاري ده نصين، دورنا في النص مثلا، احنا لسه في النص اللي على الشمال، رحنا دورنا فيه في النص اللي على اليمين وهكذا مثلا، هل في سب بروبلم من السب بروبلمز الصغيره دي هل ممكن تتكرر؟ الاجابه في الديفاين اند هونكر لا، مش هتتكرر. ليه؟ عشان انا مثلا في الباينري سيرش وفي الميرج سورت وغيره وغيره ما بروحش اعيد نفس المشكله تاني، او ما فيش احتمال ان تتعاد اصلا، لان انا يا بروح شمال يا بروح يمين وهكذا. الدي بي لا، الدي بي بنلاقي ان السب بروبلمز او المشاكل الصغيره دي بتتكرر، فعشان كده بتبقى المساله ساعتها بتتحول لدايناميك بروجرامينج. بنضطر نعمل ايه بقى طالما السب بروبلمز الصغيره بتتكرر؟ ايه الحل من وجهه نظركم؟ في سب بروبلمز صغيره المشاكل دي بتتكرر تاني واحنا حلينها قبل كده وعارفين الاجابه، ايه احسن سيناريو؟ ابقى نشوف عارف انا عملت ايه عشان اكررها. حلو، ابقى عارف عملت ايه عشان اكرره. ايه تاني يا عبد الرحمن؟ كنت بقول نشوف لو في باترن للاجابه او حاجه. ريكيرجن، احنا كده كده هنعمل ريكيرجن انا وياك. بس دلوقتي لما انا بعمل ريكيرجن، في الريكيرجن السب بروبلمز دي او السب كولز دي حصل لها تكرار، اتكررت معايا، لسه حل المشكله حالا، بعد لسه في دقيقه رحت عامل كول تاني بنفس المشكله بالظبط، والمشكله دي كلفتني تايم كبير قوي، رحت نادي عليها تاني من غير ما اخد بالي، كلفتني الاول ونفس المشكله اتكررت، هعمل فيها ايه؟ أسيب الأوتبوت هسيب الاوت اللي بالظبط فات. كده بس كده، وبالتالي اول ما يتكرر تاني اقول له تعالى تعالى انت جيت قبل كده اصلا، خد الحل على طول اهو، مش هنعيد نفسنا تاني، وهو ده الدي بي. حلو. طيب طبعا الدي بي من اصعب التوبكس دلوقتي. حلو. او من اصعب التوبكس عامه، محتاج تدريب كبير، مساله كتير جدا، وفي الغالب يعني بيبقى اي كونتست بيها مساله او اتنين على الدي بي يعني، طبعا مش هتبقى عارفهم برضه. المهم تعال نبدأ بقى بمسألة كده، ايه اسهل مسألة اسمها الفيبوناتشي. طبعا انتوا عارفين الفيبوناتشي كويس صح، اللي هي السيكونس اللي هي اول اليمنت فيها هو كام،
0، ثاني ايليمنت هو 1، فبوناتشي اوف 0 بكام؟ ب0، فبوناتشي اوف 1 ب1. طيب فبوناتشي اوف 2 كده يبقى بكام؟ هو فبوناتشي اوف 0 يعني كده فبوناتشي اوف 0 ب0، وفبوناتشي اوف 1 ب1، وفبوناتشي اوف ان هو عبارة عن فبوناتشي اوف ان ماينس 1 زائد فبوناتشي اوف ان ماينس 2. حلو؟ طيب فكده اول ايليمنت هو 0، ثاني ايليمنت هو 1، بعد كده اي ايليمنت هو مجموع الاثنين اللي قبليه. كده فبوناتشي اوف 2 ب1 عشان 0 و1 1، فبوناتشي اوف 3 ب2، 3 5 8 13 21 34 وهكذا، صح كده؟ مثلا فبوناتشي ده جه منين؟ عن طريق 3 زائد 5. ده جه ازاي؟ عن طريق 5 زائد 8. في حد مش فاهم؟ طيب هتقول لي احنا خدناها قبل كده وعملناها بريكيرشن. ما انا عارف، اصبر عليا. دلوقتي بقى لو انا هسألك واقول لك احسب لي فبوناتشي 7، هتحسبه ازاي؟ فبوناتشي بعد ما 7 سبعة أول سبع أرقام مثلا احنا مش معانا دول اصلا، ما معناش لحد اي سبع حاجه إيليمنت في الأريا، ماشي. يعني. هقول احنا انا دلوقتي بقول لك لان في 7 عايز فبوناتشي رقم 7، وما معناش اي معلومات غير ان فبوناتشي 0 ب0 وفبوناتشي 1 ب1. كول في بناتشي 5 وفي بناتشي 6. حلو، ده كده هنحلها ريكيرجن صح؟ نعم. واحمد اللي بيقول هنحلها ايه؟ هنحلها لوب عادي صح يا احمد؟ ايوه انت عايز تعمل لوب عادي، تحط مثلا ايه اري مثلا، اول ايلمنت في 0 وثاني ايلمنت في 1، وبعد كده كل اندكس هو عباره عن مجموع الاثنين اللي قبليه صح؟ اصبر على دي دلوقتي بقى. حلو؟ طبعا صح عادي، بس اصبر عليها دلوقتي. المهم فكده فبوناتشي 7 عشان احله محتاج احل اجيب فبوناتشي 6 وهجيب فبوناتشي 5. هعمل كول هقول له ريتيرن، ريتيرن فبوناتشي 5، 5 زائد فبوناتشي 6. طب 6 هتعمل ايه؟ ها؟ فبوناتشي 5 زائد فبوناتشي 4 صح كده؟ وفبوناتشي 5 هتعمل ايه يا كمان؟ هتقول فبوناتشي 4 زائد فبوناتشي 3. شايف التكرار؟ شايف فبوناتشي 5 انا حسبتها كام مره كده؟ اصلا فبوناتشي 5 دي انا لما احسبها دلوقتي هنا تحت اهو كده هتلبسني في مشكله، ان هي هتضطر تحسب فبوناتشي 4 و3، وفبوناتشي 4 هتضطر تحسب 3 و2، وفبوناتشي 3 تحسب 2 و1، وفبوناتشي 2 هتحسب 1 و0 وهكذا. شايف؟ عملت لنا 3 على الفاضي. ليه على الفاضي؟ اصلا احنا المساله بتاعتنا لينير. يعني ايه لينير؟ يعني مساله تحل في خط واحد بس. عايز تجيب فبوناتشي 7؟ احسب 6 5 4 3 2 1 وخلاص، مفيش داعي انك تحسب 6 و5. ده دو تو كولز اهم، والتو كولز دول هيفتحوا لك مجال لتو كولز كمان، كل واحد يعمل 2 كولز، يعني كده 4 كولز، والاربعه دول كل واحد فيهم يفتح 2، يبقى كده 8 كولز وهكذا. فكده المساله هتتحل في تايم او اوف 2 باور ان. ليه 2 باور ان؟ عشان كل كول فتح مجال ل 2 كولز. حلو؟ طيب واحنا قلنا المساله بتاعتنا تتحل لينير عادي زي ما قال احمد وليد، ممكن تتحل بأريه عادي وخلاص. مثلا احنا عايزين بقى نحلها ريكيرجن عادي، بس السب بروبلمز اللي بتتكرر دي نعمل سيف لكل انسر عشان لما تيجي تاني اقول له ايه؟ اقول له لا دي جت قبل كده ما تعيدهاش. وبناء عليه لما انده، لما 7 تنده 6 و5. حلو؟ ف6 هتنده على مين؟ تنده على 5 و4، و4 و5 مثلا تنده 4 و3. المهم لما يحسب 4 مره عمره ما يحسبها تاني، ولما يحسب 5 مره عمره ما يحسبها تاني، ولما يحسب 6 مره عمره ما يحسبها تاني، وال3 نفس الكلام. فبالتالي هيحسب ايه بقى؟ هيحسب 7 6 5 4 3 2 1 0 مثلا. خلاص كده مفيش اي حاجه هتتكرر، وبالتالي التايم بدل ما كان 2 باور ان بقى عامل ازاي؟ أو فين كان بقى بحن بس ان بس خلاص عادي خالص بقى طبيعي، مش اي تكرار اصلا. انما التكرار ده كان ملبسني في مصيبه ال 2 باور ان، يعني لو ال ان بس ب 30 ب 30 الكود ده كده تايم ليميت، لان 2 باور 30 تقريبا مليار. لكن هنا لان لو ب 1000 بمليون كلام فاضي، ده ليه؟ ده ان عادي يعني صح ولا لا؟ حلو طب قوي. هو
المسألة هتديني في بوناتشي مليون مثلا، يعني هتطلب مني رقم ضخم زي ده؟ وارد تطلب منها رقم كبير، ممكن يقول لك عايز بوناتشي 1000 مثلا، 1000 يعني، فانت بالتالي كود الريكيرجن العادي مش هينفع معاك. انت ور ان اهو لو رقم صغير ينفع اعمله بري كومبيوتيشن يعني المشكله. اسيف. طب لا ثواني ثواني، لو رقم زي لو رقم 30 30 وانت مش عامل سيف، فالكود بتاعك بقى 2 باور ان زي ما احنا قلنا، 2 باور 30 بمليار، ممكن تيجي تايم ليميت او غالبا هتيجي تايم ليميت. لا بتكلم انه اسيفه قبل ما اسميت اصلا في اري، وبعديها بقى اسميت على اساس ان الاري دي هي فيها السيكونس يعني. ده حاجة تانية خالص، غير دي الحركة اللي أنت تحب تعملها، وأنا قلت لك بلاش تعمل الهبل ده. فاكر الحوار ليه ده؟ بس؟ اه لا ما مش كده دلوقتي بقى، بنسيب بطريقة تانية. يعني ما اخدش الانسرز كلها، ما هو برضه خد بالك انت لما تاخد الانسرز كلها تسيبها في اري، ما هو ما انت عملت ال 2 باور ان برضه تايم. انا عايز امنع ال 2 باور ان اساسا، مش عايز اي سب بروبلمز تتكرر. كل ما اعمل واحدة ممكن اسيبها في الاري فارجع للاري تاني هي بدل ما بالظبط بالظبط، كل لما انده على حد اسيب في الاري، وقبل ما انده بتاكد انت يا ابني جيت قبل كده ولا لا متسيب عندي. لو متسيب خد الحد، هنشوف دلوقتي في الكود. يلا بينا. خلاص يا عبد الرحمن. تمام. يلا بينا. دلوقتي انا هعمل فانكشن هترجع لي انتجر، حلو؟ وهسميها فيبوناتشي. وهتاخد الان اللي هي عايز تحسب الفيبوناتشي بتاعتها. هيكتب الكود بتاعنا اللي انتوا عارفينه. طيب ايه البيس كيسز بتاعتنا؟ طبعا الدي بي لازم تبقى تنين ريكيرجن. تنين. لو الان بزيرو بيرجع زيرو، صح كده؟ ولو ال n بواحد بيرجع كام؟ واحد. غير كده هيقول له return ها فيبو of n minus 1 زائد فيبو of n minus 2. خلاص كده؟ ده هيعمل ايه؟ ادي فيبوناتشي 7 اهي مثلا، هل ال n دكتور هي بصفر؟ بس تاني فيبو فيها او بس ماشي. ده ده كده ريكيرجن عادي. ده ريكيرجن عادي، ادي فيبوناتشي 7، هل ان بزيرو؟ لا. طب واحد؟ لا. هقول له رجع لي فيبوناتشي 6 زائد 5، و6 تنده نفسها، تقول له رجع لي 5 زائد 4، و5 تنده نفسها 4 زائد 3، و4 تنده نفسها 3 زائد 2، و2 تنده نفسها 1 زائد 0 مثلا، والان لو بصفر، ولان لو بصفر بيرجع صفر، لو واحد بيرجع واحد عادي، غير كده بيرجع فيبوناتشي ان زائد فيبوناتشي ان معناه صفر. حلو. الكود ده كده التايم بتاعه 2 باور ان. حلو، تعال نشوف. ادي ان الان مثلا، وسي ان الان، واقول له سي اوت فيبو اوف الان مثلا، واروح اجرب مثلا ارن. ونشوف مثلا لو ادخل له ان صغيره مره وان كبيره مره هيعمل معايا ايه. تعال ندخل له الان مثلا ب 15 مثلا، يعني طلع كام؟ طلع بسرعه عادي 610، مفيش اي مشكله عادي. طيب تعال نكبر بقى شويه ونخليها بكام مثلا؟ 25 مثلا يعني. طلع برضو بسرعه مفيش اي مشكله، 75000 25. تعال نعلى بقى شويه اكتر ونخليها 35 مثلا. شايفين الكونسول 35 اهو، هدوس بقى انتر برضو. ها سيجا كده خد وقت وطلع كده، يعني كده لحد 35 هو الراجل ما عندوش مشكلة في التايم، مقبول التايم تقريبا ثانية. طيب نعلى اكتر ونقول مثلا 45. بص التايم، شايف؟ بص عد 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 عد، شايف؟ لسه الاوت كله ما طلعش، دي مستني اهو، مع ان ان صغيره خالص 45 يعني كلام فاضي. بص طلع في الاخر اهو الريزلت اهي. طبعا لو دخلت له ان ب 100 مش هنخلص النهارده خالص، صح؟ تعال نجرب نقول له خد مثلا 100 وندي له 10 ثواني، طبعا مش هنخلص. 1 2 3 4 5 6 هو مش7 بيوفر فلو الايه كده 8 9 10، هو مش هيخلص، لا هيقعد كتير بقى، ربنا معاه.
بكرة مثلا ممكن يخلص. خلاص كده شايفين لسه ما طلعش ومش هيطلع بكرة فعلا، لكني بهزر. طيب حلو قوي. وطبعا لما بنعمل ريكيرجن بالمنظر ده كده ومفيش سيف ولا في اي حاجه، عمال يحط في الستاك بقى الكولز دي كلها، صح ولا لا؟ يعني ممكن اصلا الكود يضرب بعد شويه ويحصل ستاك اوفر فلو وهكذا يعني. حلو. ها نعمل ايه بقى؟ فين بقى او ازاي نعمل سيف بقى؟ دلوقتي انا في بوناتشي بتاعتي بتاخد ان، الان كبارامتر، والان ده اللي انا مهتم احسبه. حلو. عشان اعمل سيف محتاج هنا اري، صح؟ الاري بتاعي ده كام دايمنشن، 1 دي ولا 2 دي؟ 1 دي 1 دي عادي. ليه؟ لان انا عايز احسب، عايز كل اندكس في الاري ده احط فيه قيمه الفيبوناتشي بتاع الان. فهنعمل اري عادي خالص اهو، هقول انت مثلا مثلا ايه دي بي، وهقول ان هو مثلا بقى باعتبار ان الان اكبر قيمه هتخش بقى دي بي بقى. حلو. حلو قوي. وقبل ما انده على الفانكشن عايز احط في الدي بي ده اعمل له انيشاليز او ادي له انيشال فاليوز بقيمه عمرها ما هتيجي عندي في الحل، بقيمه ابتدائيه كده عمرها ما هتيجي عندي في الحل. ليه؟ عشان الاقي مكانه سيف، يعني ما اجيش في وقت الاقي ان انا عديت الاندكس بتاع برضه بالراحه كده. دلوقتي انا مثلا الارقام اللي بتظهر عندي في الحل هنا انا متاكد ان هي يا صفر عشان اعرف ايه الحاجات اللي مش موجودة عندي، اعرف الموجود من اللي مش موجود. بالظبط، عشان اعرف ايه الموجود مش من الموجود. دلوقتي انا عندي في الحل موجود في صفر وفي واحد وفي ارقام تانية بوزيتيف عادي اكبر، يبقى انا ممكن انيشاليز دي بي مثلا بكام؟ مثلا يعني سالب واحد، صح؟ ها سالب واحد ده عمره ما يجي في فيبوناتشي. فاقول له ايه بقى؟ ممكن تعمل فور لوب عادي خالص، تمشي على الفور لوب وتقول حط 1000، او نستخدم انهي فانكشن لو فاكرين لما قلت لكم هي اسرع من اللوب، نسيته وبوسطه خالص. ها ميم ست ميم ست، صح يا عبد الرحمن، ميم ست. ميم ست دي بي ونيجاتيف 1 وسايز اوف دي بي، فكده الدي بي بتاعي كله انيشاليز بنيجاتيف 1 بطريقه اسرع من اللوب. ليه؟ مش موضوعنا بقى، احنا عملنا الكلام ده زمان. المهم ان ايه، ان الميم سيت اسرع من اللوب وهتعمل انيشاليز لكل الاري بتاعي دلوقتي بنيجاتيف 1، يعني اندكس 0 في نيجاتيف 1، اندكس 1 في نيجاتيف 1 وهكذا. حلو قوي. وبعدين ها هنعمل سيف فين بقى؟ يعني جوه الفانكشن اهو، هنعمل سيف فين في رايكم؟ في بي اوف اي، يعني الدي بي اوف اي. اكتب فين يعني؟ هنقول لو ان بزيرو هنقول دي بي اوف اي، دي بي اوف زيرو ايكوال زيرو، ماشي وغير ماشي كده وبقول مثلا دي بي اوف اوف ان اللي انا عايزها بيساوي دي بي اوف ان ماينس 1 بلس دي بي اوف ان ماينس 2. بس انا هنا عامل كول ريكيرجن، انت عايز تشيل الكول ده اصلا؟ يعني انا يعني من رأيي ان هي هتبقى اتريتيف، حاجة اتريتيف، لا لا او لا 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 لا، هي تبقى ريكيرجن، ما هي الفكره او من اه هنا ممكن ايه؟ لحظة، ممكن اقول دي بي اوف ان ماينس 1 ايكوال و دي اوف ان دي بقى بي اوف ان، يعني اه دي بي اوف ان بس، خلاص ايكوال انا دي بي اوف ان ماينس 1 بس. لا لا اه كده كده بص خلاص كده، دي بي اوف ان اي ايكوال فيبوناتشي ان ماينس 1 زائد فيبوناتشي ان ماينس 2. تعال نشوف بقى الحكايه دي كده. بص يا سيدي، دلوقتي جاي لك فيبوناتشي 7، عشان تحسب فيبوناتشي 7 هقول له ايه؟ هقول له ريتيرن فيبوناتشي 6 زائد 5، ولما تحسبهم مع بعض اجمعهم وحطهم لي فين؟ في الدي بي اوف 7 وهكذا بقى. يبقى انا كده عملت سيف، كل كول بيحصل بيتعمل سيف في مكانه. فيبوناتشي ان عملت سيف في الدي بي اوف ان بالريزلت بتاعت فيبوناتشي ان ماينس 1 زائد فيبوناتشي ان ماينس 2، كده عملنا سيف. ممكن تعمل سيف هنا بس مش مستاهله، وممكن تعمل سيف هنا كمان. يعني ممكن هتقول له ريتيرن الدي بي اوف ان ايكوال 0، ريتيرن الدي بي اوف 1 او اوف ان ايكوال 1. طبعا هي كده كده تبقى 1 لان ان عمرها ما تخش هنا غير لما كانت 1، ولان عمرها ما تخش هنا غير لو ب 0، بس مش مستدعيه مش مستاهله لان كده كده هو بيريتيرن على طول.
عايز تخليها يخليك، مش كده؟ طيب وبعدين بقى كده ايه اللي ناقص؟ إن إحنا نستخدم الحلول اللي جات لنا قبل كده، بالظبط. نستخدمها فين؟ أشوف هي موجودة ولا هنعمل لا. كونديشن جديدة، ممكن نقول هنعمل لو كونديشن دي جديد بي، هنا صح؟ هنا قبل ما انده نقول هديله لو فولز. لو تمام دي بي اوف ان ماينس 1 نوت دي بي اوف ايكوال ان، نيجاتيف دي بي اوف ان ليه ان؟ انت ليه ماسك ان ماينس 1؟ دي بي اوف ان دي بي اوف انا عايز احسب فيبوناتشي 9 مثلا. فلو دي بي اوف بالظبط، لو 9 لو مش سالب 1 ده معناه ان اتحسب قبل كده صح؟ لان هو اصلا كان يبقى سالب ريتيرن 1 دي بي. فبريتيرن بس. خلاص كده خلصنا، شكرا. ادينا كده عملنا دي بي، كده انتهت اول مساله في الدي بي وخلصت. طيب ايه البروف على ده؟ نرن ونشوف. نديله بقى انهي انبوت مثلا؟ ال 45 اللي كانت بتاخد وقت، ولا خدت شويه وقت؟ خدت وقت بسيط، اللي هو بص كان ما بيبقاش في وقت بسيط اصلا. طيب تعالى نجرب رقم زي مثلا ال 100. طبعا ال 100 هيطلع رقم غلط، لان ايه؟ لان الفيبوناتشي بتاور فلو، بس طلع بسرعه. شايفين؟ انا ممكن اشيل خطوه السيف دي، كده مثلا اهو شلتها، وهعمل رن مثلا واقول له جرب 60. بص البط، شايفين؟ شايفين الوقت؟ بص لسه ما خلصش برضه، لسه. هقفل بقى وارجع تاني السيف. المهم هنرجع 11 وربع بالظبط عقبال ما الريكورد ينزل. ماشي، خدوا بريك وجربوا اكتبوا الفيبوناتشي بنفسك، وجربوا اللي انا عملته ده كله. هنقول له تمام. خد 60، بص طلع بسرعة ازاي. شايفين؟ ماشي، ميعادنا 11 وربع بالظبط.